بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعزائي طلبة موجز تاريخ القدس في جامعة الإسراء، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم اليوم في الفصل الثالث في المحاضرة السادسة من مساق تاريخ القدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزدنا علما. طبعا كما تعلمون، معكم الأستاذ وليد الأغا، محاضر هذه المادة. اليوم سنبدأ بالحديث أو سنبدأ ونختتم الحديث عن الفصل الثالث في هذه المادة، وهي المعنون، وهذا الفصل المعنون تحت عنوان القدس في العهد النبوي والخلفاء الراشدين. وسنتحدث في هذا الفصل تحت عنوانين مهمين: أولا، مكانة القدس الدينية في العهد النبوي، وثانيا، القدس في عهد الخلفاء الراشدين. هذه هي صورة المدينة من أعلى، إنها القدس التي تحتضن قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي والمسجد الأقصى المبارك وكل ما يحيط هذا السور الظاهر أمامكم على الشاشة. ونذكر أيضا بخريطة فلسطين التاريخية على يسار هذه الشاشة، نسأل الله أن يعيدها لنا سالمة غانمة قريبا بإذن الله عز وجل. إذن سنبدأ بالحديث عن مكانة القدس الدينية في العهد النبوي. كما تعلمون، ونذكركم بالمعلومات التي سبق أن تطرقنا إليها في المحاضرة السابقة، أن الفرس قد استولوا على مدينة القدس في العام 614 ميلادية، وبقيت في يدهم حتى 628 ميلادية إلى أن طردهم هرقل. نذكر أيضا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في العام 610 ميلادية، وهجرته إلى المدينة المنورة كانت في 623 ميلادية. وذكرنا أيضا أن كيف كان ميول المسلمين نحو الرومان في معاركهم ضد الفرس. تمام، إذا نكمل إن شاء الله عز وجل هذه المحاضرة. كان تعظيم مدينة القدس أو تعظيم القدس ومكانتها الدينية عند المسلمين منذ اليوم الأول الذي بدأت به الدعوة الإسلامية في بلاد الحجاز وفي الجزيرة العربية، وليس أدل من هذه القداسة التي يعني شكلتها مدينة القدس هو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلهي من معجزة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى المبارك. وكما يعني يذكر العلماء، في كل عام كان الله سبحانه وتعالى بمقدوره أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من مكة المكرمة، ولكن حتى يرتبط المدينة المنورة ومكة المكرمة بالمسجد الأقصى المبارك، هذين أو هؤلاء المساجد الثلاثة، برباط عقائدي ورباط روحي وجسدي. إذن كانت معجزة الإسراء والمعراج كانت بداية الدلالة على يعني طبعا كانت معجزة الإسراء والمعراج في العام الذي أو في العام ما قبل الهجرة، يعني في عام 622 ميلادية. تمام، 622 ميلادية، أي ما قبل الهجرة بعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر مسجدنا الأقصى المبارك. فكان هذا الارتباط وكان هذا أو هذا الحدث يؤكد على ضرورة الارتباط الروحي والجسدي للمسلمين كافة، كما يشتاقون لزيارة الكعبة المشرفة ويشتاقون إليها في كل عام ويذهبون للحج والعمرة. فأيضا أن هناك رباط عقائدي آخر مع المسجد الأقصى المبارك، فكان قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طبعا في هذه الرحلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك بعض الدلالات في هذه الرحلة وقدسية لهذه الرحلة، وأيضا لقدسية للمسجد الأقصى المبارك.
وما يحيط بهذا المسجد من مدينة القدس وفلسطين بشكل عام. إذن في هذه الرحلة فرضت الصلاة، إذن لم تفرض الصلاة في مكة وإنما في رحلة الإسراء والمعراج، المعراج الذي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، من صخرة المعراج في مدينة القدس. أيضا من القدس، من يعني أشكال القدسية، أن المسجد الأقصى كان قبلة المسلمين الأولى إلى أن تم تحويلها إلى الكعبة المشرفة. أيضا زي ما ذكرنا أن حادثة الإسراء والمعراج، أيضا أن المسجد الأقصى المبارك هو ثاني مسجد وضع للناس في الأرض. طبعا يا جماعة الخير، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث الصحابة بأن يهدوا المسجد الأقصى الزيت ليسرج في مصابيحه، كان يحث الصحابة بالنزول والسكن في المسجد أو محيط المسجد الأقصى المبارك لهذه البركة، حتى يستطيعوا أو حتى يحصلوا ويتحصلوا على هذه البركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أيضا نذكر أيضا حديث أبي هريرة أن فضلت الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد هذا أي في المسجد النبوي بألف صلاة، وأن المسجد في البيت الأقصى أو في المسجد الأقصى المبارك بخمسمائة صلاة. وهذا حديث زي ما حكينا ذكره السيوطي في الجامع الصغير. أيضا زي ما حكينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. إذن ذكرت أيضا فلسطين بشكل عام يا جماعة الخير في القرآن الكريم، سواء تصريحا أو تلميحا من أجل زيادة هذه القدسية. يعني من النقطة أو من الآيات التي ذكرت تصريحا هي آية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. تمام. إذن هذه من الآيات التي ذكرت فيها فلسطين حديثة بشكل صريح، لكن هناك آيات أيضا أجمع المفسرون أنها كان يقصد بها فلسطين. يعني مثلا في قوله تعالى وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فيه سير فيها ليالي وأياما آمنين. إذن القرى هي يقصد بها بيت المقدس. أيضا وما من نبي إلا قد مر بهذه المدينة المقدسة، كيف لا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى المبارك في حادثة الإسراء والمعراج. فهنا يعني يذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ونجيناه عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن الأرض التي باركنا فيها يذكر المفسرون أنها هي بيت المقدس. كذلك يعني في آيات كثيرة مذكورة في الكتاب، وأيضا هناك آيات كثيرة يعني نستطيع الاستدلال بها حول قدسية القدس والمسجد الأقصى المبارك. وأيضا هنا يعني نذكر من هذه الدلائل، وجاء يعني عن عيسى بن مريم وأمه، وجعلنا ابن مريم، قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول ابن عباس أن هذه الربوة هي بيت المقدس. تمام. إذن والآيات كثيرة التي تدل على قدسية وعظمة وأهمية بيت المقدس لدى المسلمين. طبعا الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يحث زي ما حكينا يحث المسلمين إلى هذه البقعة الطيبة المباركة. الآن بدنا نحكي بشكل عام بعد ما ذكرنا إنه إيش مكانة القدس وإيش مكانة فلسطين بشكل عام في القرآن الكريم وذكرها، ولكن بدنا نتذكر بعض الأمور المهمة. طبعا يا جماعة الخير لغاية هذه اللحظة كان المسلمين غالبية معاركهم، يعني زي ما بدنا نتذكر
معارك الرسول عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر وغزوة أحد. إذن هي مع هي داخل معارك كانت تدور داخل أرض الجزيرة العربية، يعني مع كفار قريش ومن والاهم وهكذا. وأيضا بعد ذلك، بعد أن انتقل إلى المدينة المنورة، حدثت بعض المعارك، يعني مثلا زي بني قينقاع وبني النضير اللي هم وغزواته صلى الله عليه وسلم ضد اليهود، ويعني كما حدث أيضا في الأحزاب تحالف العرب مع اليهود. إذن كانت كلها يعني داخل الجزيرة العربية. الآن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى الشام. طبعا زي ما حكينا إحنا قبل شوي إنه كانت الشام سوريا وفلسطين وبينها المسجد الأقصى والقدس تقع تحت سيطرة اللي هم الروم، الروم اللي هم الروم البيزنطيين وليس الرومان اللي إحنا حكينا عنهم الوثنيين. أتمنى أن تكون هذه الأمور واضحة. إذن الروم المسيحيين اللي هم اللي كانوا يعني يتبعون للإمبراطورية في القسطنطينية اللي هي إسطنبول حاليا. طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى هرقل الروم في الشام على أن يدعوه إلى الإسلام وأن يدعوه إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا يقال أنه أحد العاملين في بلاط هرقل، يعني في قصر هرقل، واسمه شرحبيل بن عمرو الغساني، قد قام بقتل هذا السفير، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحارث بن عمير الأزدي. طبعا يا جماعة الخير بدنا نعرف أنه قديما في التاريخ قتل الرسول أو قتل رسول يرسل من ملك إلى ملك يعتبر من يعني الكبائر العظيمة التي يمكن أن تشعل الحروب بين القبائل وأن تشعل الحروب بين الدول وهكذا. إذن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول ولكن تم قتله، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيشا لتأديب الروم. طبعا فكانت هنا غزوة مؤتة، غزوة مؤتة. طبعا بدناش ندخل احنا في تفاصيل الغزوة، ولكن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش وكان بقيادة زيد بن حارثة، فقال إن قتل زيد فالراية لجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فالراية لعبد الله بن رواحة، كما تعلمون هذه القصة. وبدأت المعركة، ولكن تفاجأ المسلمون. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جيش، قوام هذا الجيش 3000 مقاتل. وحينما نزلوا مؤتة، طبعا مؤتة الآن توجد في الأردن، يعني شرق اللي هي البحر الميت. لو نظرتم إلى خريطة المعركة أو الخريطة التي يعني الموقع الجغرافي لهذه المعركة، يقع الآن قريبا من فلسطين، ولكن يعني في منطقة غرب الأردن أو شرق البحر الميت. موجود لو بحثتوا على النت لو ستجدون الخريطة وتحديد الموقع بالضبط. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجيش، قوامه 3000 مقاتل. فوجئ هذا الجيش الذي قوامه 3000 مقاتل بأن جيش الروم أو جيش اللي هم نعم جيش الروم تعداده حوالي 200,000 مقاتل. فماذا يفعل 3000 ب2000 مقاتل؟ ولكن تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت المعركة، فاستشهد زيد بن حارثة وحمل الراية جعفر فاستشهد، وحمل الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد. فكانت هنا الفرصة التاريخية لخالد بن الوليد ليتصدر هذا المشهد ويثبت قوته وجدارته العسكرية. وطبعا وخاض المعركة، ويعني تذكر المصادر التاريخية كيف كانت حنكة والدهاء العسكري لخالد بن الوليد الذي أدى في النهاية إلى أن انسحب بالجيش، في المقابل أن الروم أو يعني نعم الروم لم يستطيعوا أن يتحركوا ويتتبعوا الجيش المسلم وهو ينسحب من المعركة، خشيت أنهم فكروا إنه ما يقومون به من خطة من انسحاب تكتيكي هو يعني لإيقاعهم بالفخ أو بكمين، فبالتالي استطاع العودة بالجيش إلى المدينة المنورة فقط 12 شهيدا، في المقابل في عدد خسائر تذكر مصادر التاريخية خسائر الروم حوالي 3000 ويزيد.
ولكن كانت هذه المعركة هي أول معركة يخوضها المسلمون ضد الروم المسيحيين من أجل فتح بيت المقدس ومن أجل يعني الذهاب إلى بيت المقدس. زي ما حكينا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يبعث يعني الغزوات أو السرايا من أجل السرايا الاستطلاعية من أجل جس نبض الروم في منطقة الشام وقوتهم العسكرية. فكانت حملة حسمة وكانت ذات السلاسل وذات أطلاح، وتبوك سنة 9 هجري، وآخرها كانت حملة أسامة ابن زيد الذي طبعا الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توفي قبل أن ينفذ هذا الجيش. وبعد تولية أبو بكر الخلافة قام بإنفاذ هذا الجيش. طبعا كان سبب هذه المعركة يا جماعة الخير إنه الرومان الذين كانوا يعني يسيطرون على الشام فكانوا دائما يعني يحرضون على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا طبعا كل من أبدى رغبته في الانضمام وفي الالتحاق بمحمد ودينه فكانوا يقومون يعني بقتل هؤلاء الناس. فبالتالي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أو جهز الرسول جيش أسامة لتأديب هؤلاء على أفعالهم، ولكن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن توفي أمر أبو بكر الصديق بإنفاذ هذا الجيش رغم يعني انشغال أبو بكر بأحداث الردة التي قامت بها بعض القبائل العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يذكر هذا الكتاب أيضا فضائل الشام، أن البركة في الشام والطائفة المنصورة أو الطائفة المنصورة، وأنها عقر دار المؤمنين، وأن يعني وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى في منامه أن عمود الكتاب أي عمود القرآن يعني يسحب من تحت رأسه ويوضع في الشام. ويقول طبعا في بعض الأحاديث يقول ألا إن الإسلام أو ألا إن الدين حينما تقع الفتن في الشام. إذن هناك يعني بعض الأحاديث التي تدلل على فضائل الشام وعلى فضائل هذه يعني المنطقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث آخر يقول من أراد أن يعيش في رباط إلى يوم الدين فليسكن ساحلا من سواحل الشام. طبعا وبالمناسبة فلسطين هي يعني قلب الشام النابض. يا جماعة الخير بس هيك على الهامش، أرض فلسطين أرض رباط. إيش يعني أرض رباط؟ هي أرض الرباط هي أرض التجهز للمعارك، يعني الأمر الطبيعي لأرض فلسطين هي المعارك والحروب وليس الاستقرار كما يتوقع البعض. إذن ما نعيشه الآن في بلادنا هو أننا نرابط في هذا المكان وعلى هذه الأرض من أجل يعني استعادتها وحريتها بإذن الله، ونسأل الله أن تعود لنا ثانية أرض فلسطين. طبعا مكانة بيت المقدس في التراث الإسلامي أيضا يعني مكانة كبيرة جدا. طبعا في الكتاب في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال الصحابة والتابعين شكلت مسألة يعني بيت المقدس أهمية كبيرة جدا جدا. طبعا وكان طبعا حتى بعد الخلفاء الراشدين والأمويين وغيرهم، وكان دائما طبعا يا جماعة الخير في أرض فلسطين لها طبيعة معينة، يعني من يسيطر على بيت المقدس ومن يسيطر على فلسطين يسيطر على كل المجريات المتعلقة ب يعني المناطق الأخرى. يعني حينما يعني سيطر الروم على فلسطين طبعا سيطروا على باقي المناطق، حينما سيطر اليوم يعني بعد سيطرة اليهود على فلسطين نجد أنهم يعني بدأوا يعني يغزون دولنا العربية والإسلامية، يمكن لربما ليست بالبندقية ولكن من خلال أنظمة ومن خلال التطبيع اللي احنا بنسمع فيه. نسأل الله أنه يحسن أحوالنا.
أيضا يعني من ضمن الأمور المهمة هو ما اهتم به المؤرخون المسلمون والكتبة المسلمون من كتابة تاريخ المسجد الأقصى وتاريخ فلسطين وتاريخ القدس، ونشر هذه الكتيبات أو الكتب. يعني طبعا يذكر الكتاب مثلا كتاب المؤرخ المقدسي اللي هو الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، اتحاف الأخصة بفضائل المسجد الأقصى، باعث النفوس في زيارة القدس المحروس. يعني كل هذه كتب يعني مهمة جدا كانت في التاريخ الإسلامي، ومهمة جدا في تراثنا الإسلامي في تبيان أهمية وفضائل المسجد الأقصى المبارك وأيضا مدينة القدس الشريف. احنا ذكرنا يا جماعة الخير أن القدس في عهد الخلفاء الراشدين كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاذ جيش أسامة لتأديب الروم، ولكن حقيقة أن فتح بيت المقدس والإجراءات لفتح بيت المقدس قد بدأت فعليا وبشكل عملي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق. إذن هذه معلومة مهمة، أن بدأ الفتح الإسلامي لمنطقة الشام وفلسطين والمسجد الأقصى المبارك في عهد أبو بكر الصديق بعد أن انتهى من حروب الردة التي خاضها خالد بن الوليد كقائد لجيوش المسلمين. وبعد الانتهاء من ذلك قام أبو بكر الصديق، وهنا أنا بدي أحكي يعني بعض المعلومات اللي لم يذكرها الكتاب. تمام. إذن بدأ الفتح الإسلامي للشام منذ عهد أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق بعد انتهائه من حروب الردة قد جهز 4 جيوش، كل جيش من هذه الجيوش تعداده 8000 مقاتل. فالجيش الأول كان بقيادة شرحبيل بن حسنة، وكان قد وجهه إلى وادي الأردن. الجيش الثاني يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق. الجيش الثالث أبو عبيدة بن الجراح إلى حمص. والجيش الرابع عمرو بن العاص إلى فلسطين. الآن هذه الجيوش التي ذهبت إلى منطقة الشام وفلسطين، وطبعا فلسطين وسوريا ومنطقة الشام، وجدوا أن الروم هناك قد يعني لديهم من الإمكانيات والقدرات العسكرية الفائقة، وبالتالي يعني كان يعني الرأي باجتماع الجيوش في جيش واحد. طبعا فنزلوا ايضا في ساحه اليرموك، وكانت طبعا يعني بداوا يعني بمناوشه الروم من اجل يعني فتح منطقه الشام. طبعا من اولى المعارك التي خاضها المسلمون هي معركه اجنادين. معركة أجنادين تقع في شمال غرب الخليل في منطقة اليوم تسمى منطقة بيت جبرين. فحدثت هذه المعركة بين جيش المسلمين وبين الروم، وكانت انتصارا مدويا للجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد، بعد عفوا بقيادة أبو عبيدة بن الجراح معركة أجنادين بقيادة خالد بن الوليد. نعم تمام. فالآن بعد معركة أجنادين وهزيمة الروم بدأ الجيش الإسلامي، الآن القدس تحت سيطرة الروم، لحتى الآن القدس تحت سيطرة الروم، الخليل سقطت بيد الجيش الإسلامي. الآن تحول الجيش إلى دمشق، وتم فتح دمشق ثم حمص ثم بعلبك. إذن الجيش الإسلامي عمل نوع من الطوق حول المدينة المقدسة طبعا. وبعد ذلك يعني كانت معركة اليرموك من أهم المعارك اللي خاضها المسلمون، يعني كانت هي المعركة الحاسمة التي يعني فتحت للمسلمين آفاقا واسعة في السيطرة على فلسطين وعلى منطقة الشام وأيضا مدينة القدس.
طبعا بعد ذلك زي ما حكينا توجه المسلمين المسلمون في عهد أبو بكر الصديق إلى مدينة إلى معركة اليرموك. طبعا لما وجدوا جيوش الشام وجيوش الروم كبيرة، طبعا المعركة استمرت عدة أيام، وهنا يعني تم يعني طبعا وفاة أبو بكر الصديق، ولكن تم إخفاء الخبر عن الناس حتى لا يتأثروا بخبر وفاة أبو بكر الصديق وتولية عمر بن الخطاب لولاية المسلمين والخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد يعني مجريات هذه المعارك يعني استطاع بعد عناء طويل استطاع المسلمون هزيمة الروم في معركة اليرموك. طبعا زي ما حكينا هذه المعركة كانت يعني من المعارك التاريخية الحاسمة، ويا ريت يعني أنا بتمنى من الطلاب والطالبات أنهم يعني لو فتحتوا على النت وقرأتوا عن هذه المعارك ومجريات الأحداث. طبعا مجريات أحداثها تطول زي ما حكينا، هي 6 أيام ونيف يمكن، وحدث فيها من آمن مد وجزر للمسلمين ومد وجزر للروم، ولكن بعد ذلك انتهت الأمور لصالح الروم. طبعا بعد الانتهاء من هذه المعركة إذن كل قلاع الروم هنا سقطت، كل قلاع الروم سقطت، القلعة الوحيدة التي بقيت بيد الروم هي مدينة القدس. طبعا بعد في مدينة القدس توجه أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيش، ومعه أيضا قادة جيوش الشام، توجهوا إلى بيت المقدس وحاصروا المدينة مدة 4 شهور في فصل الشتاء البارد. طبعا ضيقوا على أهل القدس حتى يعني استنجد أو طلبوا هؤلاء الناس أو سكان هذه المدينة، طلبوا الأمانة وأن يكون تسليم هذه المدينة لخليفة المسلمين. طبعا هنا بعض الكتب التاريخية تذكر أن من يتسلم مفاتيح المسجد الأقصى ومدينة القدس من المسلمين له يعني خصائص وخصال وأوصاف معينة. طبعا أبو عبيدة بن الجراح أرسل لخليفة المسلمين، احنا قلنا الجيش انطلق في عهد أبو بكر، أبو بكر توفي فتم يعني تولية عمر بن الخطاب الخلافة، فأرسل أبو عبيدة بن الجراح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأن يبلغه بأن يعني صفرونيوس يعني حاكم أو ملك المدينة يريد أن يسلم، ولكن التسليم لن يكون لقائد الجيش أبو عبيدة وإنما لخليفة المسلمين وهو عمر بن الخطاب. فجاء عمر بن الخطاب يعني بأوصاف نفس الأوصاف التي ذكرت لديهم في كتبهم. نعم جاء عمر بن الخطاب على بغلته الضعيفة وبثياب مرقعة، ولكن الهيبة يعني كانت يعني بادية على وجه عمر بن الخطاب. ومن هنا طبعا تم استقبال عمر بن الخطاب استقبال الفاتحين في مدينة القدس وتسلم مفاتيحها ودخل المسجد الأقصى المبارك ودخل مدينة القدس ومعه جيوش المسلمين طبعا بدون قتال. وهنا يعني يذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد وقع أو أعطى ما يعرف بالعهدة العمرية لسكان مدينة القدس. طبعا اختلفت الروايات التاريخية بخصوص العهدة العمرية، منهم من قال يلا يعني طويلة ومنهم من قصرها. طبعا والعهدة العمرية بالنصوص المتفق عليها أيضا موجودة بالنص على الإنترنت، لو حاولتم البحث عنها لوجدتموها وجدتم هذه الوثيقة، أن عمر بن الخطاب قد أعطى الأمانة للنصارى على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم. طبعا الطبري بيذكر أنه في هناك شرط، أنه أن الشرط هو أن يتم طرد كافة اليهود من المدينة، لكن بغض النظر سواء هذا الشرط كان سليما أو غير سليم، لكن إحنا بشكل عام كانت هناك العهدة العمرية وهي متفق عليها تاريخيا في لا النصارى في القدس. طبعا بعد أن تم
فتح مدينة القدس في عهد عمر بن الخطاب، طبعا كثير من المسلمين قد يعني نزلوا بهذه المدينة وقد سكنوا فيها طبعا، وطبعا شهدت المدينة طبعا استقرار أمني واستقرار اقتصادي بعد فتحها، وأيضا طبعا يعني كانت يعني الحياة خلينا نقول المستقرة ما بين النصارى وما بين المسلمين، والتعايش ما بين الشريعتين وما بين النصارى والمسلمين. طبعا هناك يعني كثير من الصحابة الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا في هذه المدينة المقدسة، نذكر منهم عبادة بن الصامت الذي توفي في سنة 34 هجرية ويدفن الآن في مقبرة باب الرحمة بجانب السور الشرقي للمدينة المقدسة. أيضا الصحابي شداد بن أوس الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن قيس الخزرجي وأبو محمد الخزرجي وغيرهم من الصحابة الذين استقروا أيضا يعني في بعض القبائل اليمانية أيضا قد جاءت وسكنت في المسجد الأقصى. إذن اختلط السكان بعد أن كان غالبيتهم العظمى من النصارى، الآن بدأ المسلمون يتغلغلون في هذه المدينة وأقاموا فيها طبعا، وكان يعني الحياة يعني التسامح وحياة التسامح بين المسلمين والنصارى. طبعا بالنسبة لليهود كانوا يعني أقلة ويعني يعملون في هذه المدينة في الخدم، يعني عمال خدم وعمال تنظيفات في الحرم القدسي، وكان عدد اليهود في تلك المرحلة حوالي 20 شخص فقط. طبعا يا جماعة الخير، في يعني دائما احنا بنذكر انه حينما كان يتم المعارك بين المسلمين وبين غيرهم وتفتح هذه البلاد، يتم تقسيم الأرض التي يتم فتحها على الجيش الفاتح، يعني على المقاتلين من الجيش، يعني كل مقاتل بيطلع له مثلا دلمين أرض أو ثلاثة أو فدانين بعرفش، يعني المهم يتم تقسيم الأراضي التي يعني يفتحها المسلمون على الجيوش الفاتحة، طبعا مع بقاء أملاك اللي هي إيش أملاك أصحابها بأيديهم، يعني البيوت والمتاجر والشواه إلى غير ذلك طبعا تبقى، أما الأرض المشاع كانت تقسم للجيش الفاتح. الآن حينما تم فتح بيت المقدس وتم فتح فلسطين، رفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتم تقسيم هذه الأراضي على جيش المسلمين، وقال كلمته الشهيرة: هذه أرض وقف تبقى لأجيال المسلمين القادمة. يعني فكانت هذه يعني حتى نذكر للتاريخ إنه أرض فلسطين يعني بقيت أرض وقف إسلامي حتى يومنا هذا. طبعا بنذكر احنا هنا بالنسبه ل بعد ان تم فتح بيت المقدس والمسجد الاقصى المبارك، كانت فلسطين مقسمه الى ثلاث اقسام اللي هي فلسطين الاولى وفلسطين الثانيه وفلسطين الثالثه. فلسطين الاولى وعاصمتها قيسارية، فلسطين الثانيه وعاصمتها بيسان، وفلسطين الثالثه وعاصمتها البتراء. يعني تاريخيا هناك جزء من منطقة أو من ما يعرف الآن بالأردن هي كانت فلسطين من ضمن أجزاء فلسطين التاريخية، يعني فلسطين قديما ليست على شكلها الحالي وإنما كانت ممتدة إلى الأردن وبعض المناطق الأخرى. في عهد عمر بن الخطاب تم تقسيم فلسطين إلى طبعا إلى قسمين أو إلى جندين، فلسطين الأولى وفلسطين الثانية. فلسطين الثانية هي ما يعرف بالأردن حاليا اللي هي جند الأردن بعد طبعا بعد الفتح الإسلامي، وكانت هذه يعني الأردن عاصمتها اللي هي منطقة أو مدينة اليوم اللي هي منطقة طبرية. أما فلسطين الأولى والثانية فشكلت جند فلسطين اللي هي الأولى والثالثة على عهد الصليبيين أو على عهد الرومان، كانوا مقسمينها لثلاثة زي ما حكينا، ولكن عمر بن الخطاب جمع الثانية الثالثة والأولى في فلسطين الأولى، وكانت عاصمتها بيت المقدس، وكانت اللي هي أمثلت بيسان واللجون والحدود الشمالية مع جند الأردن يعني وبعض المناطق.
طبعا أهم المؤسسات الإدارية التي كانت موجودة في فلسطين اللي هو ديوان الجند والخراج والرسائل وبيت المال والقضاء ودور السكة وغيرها من إيش الأجهزة. وطبعا كان بتألف الجهاز الإداري من الوالي وعمال الوالي وغيره طبعا والعمال على المدن وبيت المال والدواوين والشرطة والحجابة والقضاء والقصاص وغير ذلك من هذه يعني المؤسسات الإدارية. ولكن يعني كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هي الفتوحات الإسلامية التي امتدت شرقا وغربا وشهدت فلسطين بعدها نوعا ما من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والعسكري. أعزائي طلبة مساخ تاريخ القدس، يعني أتمنى أن أكون قد أوضحت لكم هذا الفصل بشكل من التفصيل، أو يعني خلينا نقول هيك التبسيط، عشان تقدروا تفهموا هذا الفصل وهو الذي يتحدث عن القدس في العهد النبوي والخلفاء الراشدين. تحدثنا في هذا الفصل عن القدس في العهد النبوي، ثم انتقلنا إلى الحديث عن القدس في عهد الخلفاء الراشدين، وتحدثنا بشكل سريع عن الأحداث التي مرت بها مدينة القدس خلال هذه الفترة، وكذلك ما كانت القدس الدينية لدى المسلمين وأهميتها. إذن أعزائي أتمنى أن أكون وفقت في إيصال المعلومة لكم، وحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.